عندهم أمل. هل تصدق الروايات المهربة من مزرعة ترى؟ الروايات بتحكي عن شعور بالشماتة كبير بعد مذبحة ماسبيرو. أعوذ بالله من غضب الله، ما قالش كده، ده أنا اللي بقول. ابتسامات وضحكات وكلمة واحدة تتردد. قاعدين بقى هم في ترى مريحين كده، لا شغل ولا مشغلة، بعد ما كانوا وزراء وولاد رؤساء، ولا خليهم يشوفوا، ده لسه ياما هيشوفوا. الشامتون طبعا هم سكان المزرعة، من نجوم نظام مبارك ومفاتيحه وعيلته. بيجمعهم شيء واحد، انهم واقفين على الحافة بين الانقاذ والنهاية، ينتظرون مصيرهم مما يمكن ان نسميه الجو العام او المزاج الاجتماعي اللي هو احنا الشعب. هم في برزخ سياسي ينتظرون العفو او الانتقام، وهذا ما يجعلهم يشعرون بالقلق الكبير بعد كل حكم قضائي ضد اي واحد فيهم. هم شخصيات درامية، طهاة ورماة وأبناء في عائلة راحت ضحية وعيها المزيف بامتلاك البلد، وبات ما يفعلونه هو القانون ولا قانون فوقهم، وهذا ما جعلهم يمارسون كل الجرائم بإحساس الولاد الطيبين المؤدبين الذين يساعدون الأب مندوب العناية الإلهية لإنقاذ البلد. يمضي الأستاذ وائل عبد الفتاح قائلا: سوزان مبارك قالت لجهان السادات بعد الثورة: هي دي مكافأة خدمة الشعب ده؟ وأنا هسأل الأستاذ وائل عبد الفتاح سوزان مبارك يعني معتبرة إنها إدتنا، يعني تفضلت علينا بأنها خدمتنا هي والأسرة المبجلة وسرقوا مصر ونهبوا مصر. قبل ما ترد علي السؤال لازم أقول أني أقدم لكم بقى ضيفي الأستاذ وائل عبد الفتاح، الذي لا يصالح وأحيانا لا يصافح، قلمه حاد وحاسم زي ما أنتم شايفين كده كحد السيف، ومعرفتي بيه تقول لكم أنه هو لا يعرف الصبر أو المواربة، لأنه يعرف فقط فن المعارضة والمصارحة وأمانة الكلمة. وائل عبد الفتاح، سوزان مبارك قالت إيه بقى؟ بما معناه يعني عارف هي دي آخرة اللي إحنا عملناه للشعب ده؟ عارف المثل البلدي اللي بيقول لك آخرة خدمة الغز علقة؟ هم في الحقيقة يعني هم مش مصدقين إن الناس كانت ممكن تثور عليهم، وكانوا يعني الصدمة الكبيرة ان هم كانوا مصورين ان هم انقذوا البلد فعلا، ومش احساس كذب، يعني هم مش يعني هم مصدقين الموضوع، وده اللي مخليهم احساس ان هم ان الفلوس اللي سرقوها دي فلوسهم، لان باعتبار ان انت بقيت ملك البلد دي، لان ده الكارثة اللي احنا في الحقيقة ممكن نوقف فيها، يعني نقف عندها واحنا شايفين البلد بتتنقل مرحلة اخرى، وما زالت هذه العقليه ان في هناك من يتصور نفسه مندوب العنايه الالهيه، المنقذ اللي عنده الحل، اللي عنده المفتاح اللي هو في حلال كل البلد. وده في الحقيقه ده وهم كبير، يعني ده وهم قعدنا فيه. بس هم فطورة النهارده انت بتقول ما زال لديهم امل. لديهم واضح. امل ليه لديهم امل؟ لان هم شايفين ان ما زال قلب السلطه زي ما هو. ما زالت السلطة بتفكر بنفس الطريقة، سلطة المرحلة الانتقالية، المجلس العسكري والحكومة ما زالت تفكر بنفس الطريقة التي كانت موجودة، وده بيدي لهم أمل كاذب إن هم هيجوا هيدخلوا في المنظومة دي وأنا رأيي إن ده أمل كاذب، لأنه لأنهم لن يعودوا مرة أخرى، ولو استمر حتى القلب السلطوي ده للسلطة العقل ده هيجي ناس تانية، يعني هم مش هم دول، وان هم هيبقوا على الاقل تضحيه، او الكارت اللي بيخش بيه السلطه الجديده العصر الجديد ده، امالهم الكاذب ده هم مستمدينه من استمرار كل اليات وادوات السلطه زي ما هي.